مهمات الأسبوع الثامن صاروا جاهزين معنا وإن شاء الله راح أشرح لك إياهم بشكل كامل مفصل، وبنهاية المقطع راح أقول لك عن أماكن الإكس بي للأسبوع الثامن وأماكن الإكس بي الجولد وكل الألوان بالنسبة للأسبوع الثامن. فلا تنسى تحط لايك على المقطع ليوصل لك كل مكان، وإذا أول مرة تشاهدني تشترك وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. خلينا نوصل 20,000 ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بالنسبة للتحديات الأسبوع الثامن كلياتهم 8 تحديات بشكل كامل مع التحدي الليجندو، في عندك أماكن الإكس بي رح أقلك عليهم بنهاية المقطع، فأني بدي إياك تركز بهذا المقطع بشكل كامل لحتى تطلع بإكس بي وتلفل بأسرع وقت وتحصل الستايلات كلياتها. بالنسبة للتحديات خلينا أول شي نحكي عن التحديات بشكل عام داخل اللعبة. أول شي كل عليك أنك أنت تفوت على قائمة البطل باس، وبعد منها تفوت على الأسئلة أو على التحديات، تفوت على تحديات الإكس بي، وهون تكبس تحت على الشمال في عندك كبسة بتورجيك التحديات الجديدة والقديمة، فأنت اعمل فلتر للتحديات الجديدة مشان تعرف التحديات شو هي اللي عندك وشو اللي ناقصك مثل مظهر أمامك بالمقطع. كبس تحت على الشمال على التحديات الجديدة بتطلع لك فوق، وانت عارف بقى هون التحديات مشان تعرف كل شيء بالنسبة للتحديات. تحديات الاسبوع الثامن ان شاء الله رح يكون معنا التحدي الاسطوري اللي هو بيطلب منك تاكل سمكة، بس هذا هو التحدي بشكل عام، ولكن ما بيطلب منك تاكل سمكة وخلص، بيطلب منك كذا تحدي وكذا ترتيب. بيطلب منك تاكل 50 بعدين 40 بعدين 30 بعدين 20 بعدين 10، هذا هو التحدي بيطلبه منك، وكل ما تاكل 50 بعدين 40 بعدين 30 على كل 50 بيعطيك 22,000 اكس بي، بعدين على 40 بيعطيك 22,000 اكس بي، وهيك لما توصل للعشر سمكات لحتى يعطيك 55,000 اكس بي. هذا بالنسبة للتحدي الليجندي. وبالنسبة للتحديات الاسبوعية بشكل عادي اللي هي التحديات الابك، تحديات الاسبوعية الاسبوع الثامن ان شاء الله بيطلب منك اول تحدي انك تدمر صناديق الانتاج التفاح والطماطم بمنطقة سوق مزارعي البستان. طبعا هذا التحدي كل عليك انك انت تكسر سلات الخضار اللي هي التفاح او الطماطم بمنطقة البستان. طبعا انا رح ورجيك وين المكان بالضبط وارجع لكم. You could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. مثل ما شفتوا هذا هو التحدي، بيطلب منك تكسر يا تفاح يا طماطم 3 صناديق من هدول اللي شفتوهم بالمقطع التوضيحي وبيخلص معك هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الثاني، التحدي الثاني بيطلب منك انك تقود سيارة داخل حقل الذرة بمزرعة الفولاذ. طبعا هي منطقة مزرعة الفولاذ اللي ظاهرة امامك، كل عليك انك انت تروح اي سيارة بتلاقي سيارة عند البيت الصغير، او انت جيب سيارة وروح لهنيك، كل عليك انك انت تدخل بالسيارة داخل حقول الدرة وبتخلص هذا التحدي. خليك عم تساوي التحدي لين حسب لك اياه، وخليك عم تدخل بالدرة يعني لحتى يحسب لك اياه هذا التحدي. شوفوا شلون بساوي هذا التحدي وارجع لكم. وبالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك قم بتوصيل الشاحنة إلى مزرعة دوار الشمس، يعني كل عليك أنك أنت تأخذ شاحنة لهنيك وتروح توديها على مزرعة دوار الشمس. طبعا رح أورجيك وين المكان وشو التحدي بشكل عام. التحدي بشكل عام بيطلب منك تركب أي شاحنة كانت الكبيرة أو اللي بيقول عليها تراكس، وتروح تركب الشاحنة وتروح توديها على مزرعة دوار الشمس. هذا هو التحدي بكل بساطة. أنا صاير عم بشرح التحدي بالعربي أكثر لأنه معظم الناس عم تطالبني إنه أحكي بالعربي للأماكن وللأشياء أحكيها عربي مو بالإنجليزي مثل ما أنا عندي اللعبة، فأنا عم حاول أشرح لكم بالعربي أكثر مشان تكون التحديات أسهل وأحلى عليكم. It's cold and losing my car.
control. Your light is gone. And all the darkness fill my soul. وبالنسبة للتحدي الرابع، التحدي الرابع ما بده شرح أصلاً، قم بضرر 200 بالبستل أو بالمسدس وبيخلص معك على التحدي. كل عليك أنك أنت توجه ضرر 250 ضرر للأعداء باستخدام البستل أو استخدام المسدس. هذا هو بشكل عام التحدي. والتحدي اللي بعده بيطلب منك اجمع سبائك الذهب 500 سبيكة. الموضوع كتير بسيط، كل عليك أنك أنت تروح تكسر يا أما الأساس تبع المنازل، يا أما لما تقتل الناس بينزل منهم الذهب او البار مثل ما بيقولوا عليها. كل عليك انك انت تروح تجمع 500 ذهبة اثناء لعبك بشكل متواصل بلعبة فورتنايت، بتخلص التحدي بكل بساطة وبيخلص معك هذا التحدي. خلينا ننتقل مع بعض للتحدي ما قبل الاخير. التحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك تفجر مضخة وقود. التحدي هذا تركب سيارة، بتروح بتدور على اي مكان بتعبي منه سيارة بنزين، اللي هي عبارة عن الكازية او البنزينة مثل ما بيسموها، ما بعرف شو بيسمي لكم اياها اكتر من هيك. بتروح على هذيك المنطقة يا اما بتقوس على البنزين او مكانات ضخ البنزين، يا اما بتروح بتقرب عليها تضربها ضربتين بالبيكاكس وبتخلص هذا التحدي. رح اورجيك كيف تساوي هذا التحدي في فيديو تفصيلي وبرجع لكم. والتحدي الاخير بيطلب منك تمشي 3500 باستخدام الجلايدر. كيف بدك تساوي هذا التحدي 3500 متر بدك تمشيهم بالجلايدر؟ انا رح اقول لك كيف تساوي بكل بساطه. اول ما تفوت على جيم سولو او دو او سكواد او حتى تيم رامبل، اي شيء بدك اياه، اول ما ينشي الباص او اول ما يدخل الباص على الخريطة، كل عليك انك انت تنزل من الباص مباشرة وتفتح الجلايدر وتكبس انك انت تضل ماشي لقدام وخلص هيك معك التحدي. بدك تمشي بالجلايدر تبعك 3500 متر. انا رح ورجيك المقطع توضيحي بورجيك كيف رح تساوي التحدي بكل بساطة، وعمل مثل ما عم قلك بالفيديو التوضيحي وبيخلص معك بكل بساطة. هيك بالنسبة للتحديات الأسبوع الثامن بشكل كامل. هلا حاليا رح احط لكم إن شاء الله مقطع عن جميع أماكن الإكس بي للأسبوع الثامن، وكل اللي بدي إياه منك إنك أنت تحط لايك على المقطع مشان يوصل لكل مكان وتشيره مع أصدقائك مشان يعرفوا وين أماكن الإكس بي والتحديات بشكل كامل. كود دعم بالآتم شوب نيمو 9 وبترككم مع أماكن الإكس بي.